بالجامة، كانت مفطورة الجامة مال الباب، وضربتها ضربة قوية وراح عليها. بدم بارد تعترف زوجة الأب القاتلة بجريمتها، 31 طعنة في جسد موسى ذي الأعوام 7. أيام من التعنيف والتعذيب انتهت بقتله. قتلتي تعذيب؟ لو قتلتي ضربة واحدة ومات. لا صاد عدة ضربات، عدة أيام ضربته. جاوبيني على السؤال، تعذيب؟ لو تعذيب شنو فرطت فيهم؟ أنا قدمت بلاغ مال حضانة بس كان يجي يهددني. اسمحي لي، وين قدمت البلاغ؟ بيا مكان البداجي جابت قوطية مال ملح. شقيق الطفل المغدور موسى يتحدث عن عمليات التعنيف التي يتعرضون لها، تعذيب مرعب يليه إجبارهم على ارتداء ملابس شتوية في الصيف لإخفاء آثار التعذيب على أجسادهم. جابت قوطية مال ملح حطتها بعينه، المغادة تحطها بعينه، حطت شوية بعينه، قام يتوفيك بعيونه، قام يحرق، نوبة جابتها وحطتها بحلقه، تعب بحلقه وترجع لورا، قال ماما راح تقيعني، تقول اذا تقيعت قلت لك واحط لك بعد، احنا على ايده سعيد وهاي ايده، ايده ذني ترى محتاجات. طيب شنو؟ حرقت على الطبخ. بعد اكو اثار براسه قويه فتحه، شنو؟ اي سيدي اكو هنا ثلاثه. هنا انا واثنين ورا، تتويه صحيح. ايه شنو السبب؟ على مود الاثار البي ما تبين. لان طويل حمود ما تبين الاثار البي. وتشكك وكالة وزارة الداخلية لشؤون المواطنين والرأي العام بأقوال والد الضحية، خصوصا إنه كان يعلم بعمليات التعذيب التي تعرض لها موسى من زوجة الأب، بل وكان يعذبه في فترات أخرى حسب الاعترافات، فضلا عن تسجيل المنزل باسمها لتقبل بحضانة الأولاد، ليفتح القضاء على أثر الشكوك تحقيقا مستقلا للأب. الأب غض الطرف عن هذا الموضوع باعتبار هو مطيع لهذه الزوجة، والدليل على ذلك هو سجل الدار باسمها في سبيل أن تقبل في حضانة هذه الأولاد، وبدت مرحلة الصراع بينه وبين هذا الطفل. لولا الأب لما حصل الحادث. اعترافات أيضا الثانية وذكرت في إفاداتها أنه الأب أيضا يمارس ضرب الطفل في عدة أيام أخرى. فاجعة أليمة أثارت غضبا وانتقادات واسعة على المستوى الشعبي، وسط تصاعد المطالبات بإجراءات رادعة ومخيفة كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائي.